الكرام واساتذتي. قبل ما نبدا بنعرف بس البودكاست، مرات في حد مش عارفه البودكاست. لحظه يسرع بس يسرع اذا كان تكمل في ساعه ولا شيء. ها؟ لا والله. لا مش تمام. بداية مشروع البودكاست هي لأجلك، متخصص في قضايا المرأة. قبل ما نبدأ في الشغل والعرض التفصيلي البسيط، نبي نعرف شنو هو البودكاست. مرة في أشخاص ما عندهمش خلفية عليه، البودكاست أو ما يعرف بالبث الصوتي أو التدوين الصوتي هو عدة حلقات متسلسلة مدونة صوتية تكون أو فيديو على حسب يعني صاحبي هو يختار. فالبودكاست هو التدوين الصوتي. بداية أهدي هذا المشروع البسيط الذي اعتبره بمثابة الخطوة الأولى في بلاغ عالم صاحبة الجلالة إلى كل امرأة ليبية، كما أهديه إلى أسرتي الداعمة لي دائما وأبدا وكل أساتذتي الأفاضل. شكرا على عطائكم المستمر والدعم، والشكر موصول لمشرفي ورئيس القسم الأستاذ إسماعيل فلاح ولكل من مد لي يده. فكرة المشروع تأسيس بودكاست متخصص في الشغل. فأنا نبي نسألك أول حاجة يا إسراء عن في الحلقة الأولى اللي هي العنف ضد المرأة، تمام؟ أول حاجة في أصوات تتحدث أن المرأة نصف المجتمع والمرأة المجتمع. من هم هو بس؟ يعني أنا ما عرفتش من هم أساسا. استطلاع رأي. تمام. الحلقة اللي هي كلها على العنف ضد المرأة، شو نسمي لهذا التحقيق تقرير؟ أنا بصدق ما أعرف. هو عن مدى الشخصية. تناولت الموضوع. يعني هو حوار. تناولت الموضوع من جانب نفسي قانوني واجتماعي على المرأة. تمام. سبقتيها باستطلاعات رأي، بس أنا كنت حابة أن الشخصيات اللي دوان إنهن يتحدثن. في حاجة ثانية أخرى، أنا كنت حابة على الأقل لو نحن نعرف شخصية تعرضت للعنف أو للتعنيف إلى آخره. يعني بما ان هي صوتها طالع، احنا مش هنعرفوها، اللي نعرف اسمها نعرف اسمها ولا هنعرفه الى اخره من تكون، يعني رفع الحرج الاجتماعي. هذه اول حاجه. ثانيا يعني انا لحد ما لقيتش خبر ولا تقرير ولا تحقيق، وممكن حتى المقال اللي يكون يقال انه في الاعلام او في الاذاعه ما فيش يستعار عنه بالتعليق. فأنا حجم جيت يعني العنف ضد المرأة كان يعتبر مقدمة تحقيق رائع. أكثر من رائع، امرأات معنفات، يعني الاجتماعي النفسي، الجانب القانوني أيضا. نحن عندنا ساحات المحاكم مليئة والمحاميات مليئة بالقضايا اللي من هذا الجانب، فكان ممكن يكون مقدمة لتحقيق متكامل الأركان. يعني هو يفترض انه كان يعني يكون تحقيق امرأة معنفة، الجانب القانوني يكتمل فيه، الجانب الصحي ايضا يكون كامل فيه. الحد يعني كان هو فكرة لتحقيق مش فكرة لحوار. كيف ما انت لو كمل بالجوانب اللي قلت لك عليها كان هيكون تحقيق ولا اروع. ثاني حاجة، اللقاء مع الدكتورة عبيرة منينة. الحديث اختزل مع الدكتورة عبير عن دورها في مفوضية المجتمع المدني. أنا استمعت الحديث إلى آخره. الدكتورة عبير أنا متابعة في مقالاتها ومتابعة في أبحاثها، هي من يعني الرائدات في مجال أوضاع المرأة الليبية. أنا كنت حابة تسأل أو سألتيها عن أوضاع المرأة الليبية، وقف الانتخابات وإلى آخره، الوضع العام للمرأة الليبية إلى آخره، أثر التغيرات اللي صارت في المجتمع على واقعها. ودكتورة عبير عندها المعلومات يعني في هذا الموضوع. لأن وهنا يعني طبيعة البودكاست الصوتي إنه هو نوع من
يعتمد على نوع من الفنون الصحفية دون الأخرى. عمادة أو أساسة الاستطلاع الحديث التقرير، أما الخبر فممكن أن يأتي ضمن طيات الموضوعات التي تطرح. فكثير من الصحافة الرقمية اللي موجودة حولنا تختلف عن الصحافة الورقية أو الصحافة الإلكترونية باعتبار أنها تعتمد على فنون دون الأخرى. لا يجوز أن نحن نقحم فنون فقط لأن إحنا درسناهن أو تعلمناهن في دراسة. فحسب طبيعة المشروع اللي واخذ الطالب هل يوضع فيه هل كل الفنون أو لا. ومثال في مشروع تخرجي كان عبارة عن سلسلة علمية الأطفال، قصص الأطفال لا فيها أخبار ولا فيها استطلاع ولا فيها تحقيق ولا فيها أي فن من الفنون الصحفية الموجودة. ليس تقليلا من شأن هذه الفنون، ولكن طبيعة المشروع هو الذي يفرض نوع الفن اللي نحن نستخدمه. هذه النقطة الأخرى أن الموضوعات اللي تم اختيارها موضوعات حساسة وجميلة جدا، كانت حتكون أقوى لو كانت اللغة مرت على مدقق تعادل الصحيح. في أحيانا لما أنا نرفع أو ننصب أو يعني اللغة أساس العمل وبالذات التدوين الصوتي، أتمنى أن تستمر هذه المدونة لا تتوقف ويكون مشروع مستقبلي وليس مشروع تخرج فقط، وموضوعات عدة موضوعات كثيرة، وأن تخرج من الاهتمام بقضايا محددة للتعليم فقط وإنما تتطور إلى قضايا التنمية المجتمعية. الشكل العام لهذه العمارات والله السيارات، فهذه التفاصيل أرجو أن تأخذ بعين الاعتبار. موفقة، مشروع متميز جدا الحد. طبعا أنا كملاحظاتي أتفق مع الدكتورة مين، يعني في توضيح كنوع من أنها توجد في تقارير بس يعني مرفقة وتوضيح أكثر بس. لكن بشكل عام هو فقط ضعيف بس نظرة سريعة. يعني كان من ضمن هذا المشروع ضايع، حتى هو عجبتني الفكرة وعجبتني كونه يعني اشتغال عن الفون جرافيك. نحن محتاجينه في الصحافة الليبية، ينقصنا بجد. يعني ما فيش ولا صحيفة تشتغل عليه سواء الكترونية ولا حتى الورقية، في إمكانية في نشر في الورقي. صحافة البيانات أساسية، الانفوغرافيا تراو يأتي تحت الشكل تحت مسميات الأشكال في صحافة البيانات، يعني هذا أمر في غاية العلمية، ويدمج بين الحجم والشكل واللون. لا تستغني صحافة البيانات وجود روابط، مستحيل نعطيك مصدر بيانات تبشيل أنت. علاش دير علاش تدفع فلوس الصحف البريطانية لصحافة البيانات عشان تعطيك المصادر؟ يعني هذا ما يمشيش معاه علمية. فنتمنى لها التوفيق ويكون مستمر ما توقفش، لان انت درتي شغل بصراحه انا رفعت بالحب، ما عنديش كلام غير. ومن ثم اود ان اخبركم عن مدى فرحتي ببلوغ تلك هذه المرحله، فقد وصلت اليها بعد عناء دام سنوات، ولكنها كانت رحله ممتعه. في البدايه اود اهداء هذا العمل الى الوالدين الكريمين حفظهم الله، والى صديقتي اسراء الجهمي التي لولاها لما وجدت شيء في المشروع، ورئيس قسمي استاذ اسماعيل الفلاح، ولا مشرف مشروعي دكتور محمد النفي، والى كل من ساهم في تقييمي ولو بحرف في حياتي الدراسيه. فكره المشروع مدونه صحفيه الكترونيه تعني بالعنف الاسري بشكل عام والعنف الاسري في المجتمع الليبي من حيث انواعه واسبابه وطرق واساليب علاجه. تتضمن فكرة المشروع التعرف على هذه الظاهرة من خلال التواصل مع بعض الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري على اختلاف أنواعه، بالإضافة إلى أن الفكرة تتضمن تشخيص للمسببات لهذا العنف وآثاره المستقبلية ودواعي ارتكابه بين الأزواج وبين الأبناء أنفسهم.